النهاردة هكلمكم على جزئية مهمة جدا. كل الناس بتقول أطور من نفسي إزاي وأرسم بشكل احترافي إزاي. الموضوع لازم صبر، لازم نتأكد إن إحنا فعلا حابين الهواية دي وإن هي في دمنا. يعني دايما الرسامين أو الناس اللي تحب الرسم أو المجال الفنون عامة حاجة كده بتشدهم، أول ما يشوف قلم تلاقي عينه راحت عليه وعايز يجيبه، بيشوف فرشة يشوف أدوات تلاقيه دايما مهتم بالتفاصيل الصغيرة بتاعتها. دلوقتي هقولك إزاي تطور من نفسك بسهولة وتكون محترف. المحترفين دايما في مجال الرسم خاصة دايما تلاقيهم ملازم معاهم السكتش ودايما القلم، سكتش وقلم، مسافر قاعد في أوتوبيس رايح مشوار عيادة الدكتور دايما معايا سكتش وقلم. طول ما أنا قاعد بمسك السكتش بتاعي بيكون سكتش بسيط زي كده ويكون فيه ورق أبيض من جوه، السكتش بيبقى إيه ورقه أبيض من جوه، وطول ما أنا قاعد أستمتع بوقتي. أكتر الفنانين المشاهير أو المحترفين في المجال إيديهم على طول شغالة، مفيش مرة بيقعد بدون ما يستخدم الأدوات بتاعته طول ما هو قاعد وبيحرق وقته فيها. فده من أجمل ما يكون إن أنت على طول باستمرار يكون معاك سكتش، السكتش بسيط جدا تلاقيه في أي مكتبة زي كده، وتحتفظ بكم قلم معاك. أنا بستخدم أوقات اللي هو البول بين أو البين بول والقلم الفحم والقلم الرصاص، التلاتة دول دايما موجودين معايا في الشنطة مع السكتش. طول ما أنا قاعد بعمل الرسم اللي أنا بحبه بحاول إن أنا بقدر الإمكان إيدي على طول شغالة. أنا بعمل شخبطة زي كده مثلا، شوف تدريجات لون، قعدت مثلا وأنا قاعد وأنا جاي امبارح من عند الدكتور قعدت أرسم مثلا شفايف حد تاني مثلا، يعني تدريجات قعدت طول ما أنا قاعد أجرب مثلا رسمة واحدة بنت كانت قاعدة برضو قدامي. فالتفاصيل زاوية فم من ناحية تانية، طول ما أنا قاعد أعمل ضوء وظل، قاعد أعمل ضوء وظل، كان القلم الجاف قلت أجرب وأنا قاعد كده برسم عين. فكل ده أنت قاعد تعمل إيه؟ قاعد تستمتع بوقتك زي ما قلت لك، أهو بتستمتع بوقتك. أي حاجة بتشتغل فيها صورة حد قاعد قدامك فأنت شايف إن ملامحه حلوة وبدأت ترسم فيه وأنت قاعد تشتغل، تشخبط. الشخبطة دي هتخليك على الوقت عندك الحرفة، عندك الفن، عندك القدرة على ان انت تستوعب يعني ايه ضوء وظل، يعني ايه الخامة اللي انا برسم بيها. يعني لما ارسم بقلم رصاص بس بدون ما سيح الالوان او القلم الجاف زي ما انا قاعد ارسم كده بالقلم الجاف مثلا اهو وبدون تسيح، خطوط واضحة وصريحة، بدأت أدرس الضوء والظل والعين والشكل الكروي بتاع النن نفسه إزاي أعمله، الشعر، تفاصيل، قاعد تتسلى. قلم بسيط باتنين جنيه أو أيا كان البلد وانت بتتفرج عليا دلوقتي هتلاقيه حاجة رخيصة جدا، بس تنقي الخامة اللي تطلع معاك نتيجة. مش بقولك روح هات خامات غالية، أدوات غالية في إيديك عبارة عن سكتش صغير رايح أي مشوار، صدقني هتحرق وقتك كله في ان انت قاعد مستمتع بالكتابة والرسم فايدك خدت على القلم، فاصبحت الآلة يعني او الأداة اللي انت بتستخدمها طواعية او سهلة جدا في ايدك. فالناس اللي بتقول لي انا والله مستوايا مش بتقدم او كده، انت مفتاح السر النجاح معاك في وجود ممارسة يومية. اللي ما بيشتغلش بايده كل يوم كل ساعة مستوى بيقل، كل ما تقعد كل ما ايدك تضعف، كل ما يحصل تراخي عندك حتى في لو انت رسام مستحيل تقعد، لازم على طول في ايدك القلم ورقة او سكتش وقاعد شغال على طول باستمرار. اعمل اي اشكال، مش بقولك خد خط واحد من الفن، حاجات الكاريكاتير اللي بتبقى موجودة اعمل الكاريكاتير الموجود، شايف مثلا منظر طبيعة اعمل حتة من منظر الطبيعة، شجرة امسك ورقة وقلدها، اعمل تداخل خطوط وطلع منها فكرة عندك. الفن ملوش سقف، الفن عبارة عن احساس انت بتحاول تطلعه على الورق ده، واللي يشوفه يقولك الله ايه الفن ده، ده حاجة جميلة جدا. فاحنا الممارسة والشغل الدائم والتجارب المستمرة ده دليل على ان انت
عندك الاستعداد او انت فعلا ليك الرغبه. اولادنا لما نلاقي فيهم الحته دي ان هو طول ما هو قاعد ماسك ورقه وقلم، اوعى في يوم في وقت من الاوقات تقول له اقف بطل، ايه العك اللي انت بتعمله، ما ينفعش تستخدم تضيع وقتك وتبقى خايف على مصلحته انه ما بيذاكرش يعني. لا، ما هو بدل ما يضيع وقته او كده في انه يروح يقابل واحد صاحبه او تقابلي واحده صاحبتك، استغليه على الورق، خليهم يستمتعوا قدامك ويستغلوا على الورق، اكيد هيزهق ويرجع تاني يذاكر. فدي فرصه ان احنا نخلق موهوب داخل البيت وان احنا نستمتع بوجود، يعني اشوف حتى ورقه عايز اشخبط فيها، ورقه كده كانت باقيه بشخبط فيها ضوء وظل وبتاع، يعني فاهم، مع ان انت خلاص يعني انت ايدك خدت على الضوء والظل وفاهم الدنيا ازاي، بس انت قاعد تستمتع. يعني حركه السوائل ممكن ارسم، يعني انا هنا هتلاحظ حتى اوريكم كده ان انا برسم لو السهم مختلف من مكان لمكان، يعني بقول ان لو السهم كده، طب لو السهم اتحرك كده يبقى الجسم ده اتحرك ازاي، يعني انتوا فاهمين، قاعد اتسلى. وكل ده انا بتسلى وانا فين؟ يعني ده ورق كله وانا بزور حد، مثلا زي عياده الدكتور، او رايح مستني في مشوار او حاجه، فقاعد اتسلى في اي حاجه، مش لازم ارسم حاجه بعينها او مرسمش شخصيه كامله، انا بستمتع بالوقت. فده يعني نصيحتي ليكم، اللي عايز يحس بالنجاح، يحس ان هو فعلا قدم حاجه قويه وان هو فعلا عنده التالنت او الموهبه دي، بلاش يقتلها بان هو ما يشتغلش على نفسه كويس، لان ايدك لما تقعد بتصدي، ايدك ما بتنتجش، الايد فيها ذاكره، الذاكره بتاعت الايد دايما حافظه. لو مثلا هقول لكم على تكنيك كده انا استخدمته مره، انا كنت برسم كده ايدي عامله كده، شايفين ازاي؟ لما ايدي بدات تاخد على الرسم ده في الاول، بدات ماسكه قلمي تتغير لكده، ليه؟ الحركه على الورقه نفسها بدات تبقى كده، الصابع ده هو اللي بدا يحرك كده، فما فيش ضغط من القلم على الورق. في الاول كانت مشدوده ايدي بالشكل ده، شايفين اعصابي كلها مضغوطه، فلما باجي ارسم على الورق يبان اثر القلم على الورق. لما خلاص ايدي خدت على الرسم، الخامه جديده عليا مثلا، القلم الرصاص او القلم الجاف او اي خامه انت بتشتغل بيها، بدات انت ايدك تخلق جو جديد لما تيجي ترسم، شايف الصابع ده اللي قاعد يحرك القلم عشان يدي اثر اللون على الورقه، اهو كده واحد ارسم بالطريقه دي، الاول كان الضغط. فانت كل ما بتتحسن، كل ما بتتطور، كل ما بتجرب كتير، كل ما تكتشف الطريقه الافضل اللي تخلي الشكل عندك اسهل وانجح ويكون اقرب للواقعيه. اتمنى الحلقه تكون وصلت فكره، وان احنا نحافظ على ان احنا نستمر عشان العقل والايد، الحواس لازم نستخدمها بطريقه مستمره عشان تبقى الموضوع بسيط. اشوفكم على خير ان شاء الله في حلقات جايه. باي باي.